في أحدث حلقة من سلسلة الحرب التجارية التي اندلعت مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين، كشفت بكين عن خطط لفرض رسوم استيراد على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وذلك ردا على إعلان أمريكي مشابه وبنفس القيمة من الرسوم. كما أكدت أنها بدأت إجراءات منظمة التجارة العالمية بشأن تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة الأمريكي تستخدمه واشنطن لاتخاذ إجراءات تجارية بحق دول مثل الصين. مبارزة تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، حذرت من تداعياتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معتبرة أنها ستؤول إلى وضع يخسر فيه الجميع. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا معنا من واشنطن، مدير الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب برايان رايلي، ومعنا من القاهرة رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية والخبير في الشؤون الآسيوية محمد إبراهيم الدسوقي. مرحبا بالضيفين. سيد رايلي، دعني أبدأ معك. أولا، كما كان متوقعا، الصين ردت بحزمة إجراءات فرض رسوم على سلع أمريكية من بينها سلع مهمة للاقتصاد الصيني، على رأس فول الصويا بالمناسبة الذي تستهلك الصين منه 60% تقريبا من مخزون العالم، إضافة إلى يعني مواد وسلع أمريكية أخرى. هل نحن بالفعل بصدد تصعيد لهذه الحرب على ما يبدو بين الولايات المتحدة والصين، هذه الحرب التجارية؟ ما رأيك في ذلك؟ نحن بكل تأكيد نرى تصعيدا، وطبعا هناك فرصة بأنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة والصين ربما سيتوصلان ربما إلى مفاوضات وإلى اتفاق وسيتجنبان هذا بدون أضرار وسيكون هناك تحسن. ولكن القضية الآن تتعلق ربما بشيء مهم، وهو أنه ليس هناك مفاجئا بأن الصين ترد على الولايات المتحدة. الرئيس ترامب مثلا، مستشاروه التجاريون أعتقد أنهم يعطونه نصائح سيئة للغاية. قالوا له مثلا يمكن أن نفرض الضرائب والدول الأخرى سترد علينا. طبعا مثلا لو أن شركائنا الآخرين فرضوا ضرائب علينا، ماذا سنجني وما هي الصناعات التي ستتضرر عندنا؟ طبعا إنهم المزارعون عندنا والصناعات الكبرى. إذا لحد الساعة الخبر الجيد بالنسبة للصين والولايات المتحدة أن هناك محادثات. طبعا الولايات المتحدة هددت بفرض الضرائب، والصين هددت بالرد، ولكن أعتقد بأننا ربما لن نصل إلى نهاية الطريق، لأن هذا لن يكون سيئا للولايات المتحدة والصين فقط، ولكنه سيكون سيئا لكل العالم والاقتصاد العالمي سيتضرر. من المبكر أن نقول مثلا بأن هذه الحرب ستكون كارثة، ولكن طبعا نحن قلقون بشأنها. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. إلى أي مدى هذه الإجراءات، سواء التي اتخذتها الولايات المتحدة أو التي اتخذتها الآن الصين بحق كل منهما، إلى أي مدى تضر باقتصادها الوطني؟ يعني مثلا إجراءات فرض الرسوم على واردات أمريكية معينة، إلى أي مدى تضر بالاقتصاد الوطني الصيني؟ فول الصويا الذي أشرت إليه قبل قليل يستخدم إلى حد كبير في الصين كأعلاف للمواشي، هذه صناعة هائلة موجودة اليوم في الصين، والصين تستهلك كما ذكرنا 60% من فول الصويا المتداول في العالم، وبالتالي عندما تحرم المزارعين الصينيين من هذه المادة الأساسية لهم، ألا يضر ذلك بالاقتصاد الصيني بشكل من الأشكال؟ شوف، من حيث المبدأ بطبيعة الحال أن الحرب التجارية بين أي طرفين، كلا الطرفين بيقع عليهم أضرار بالغة، وفي حالاتنا هذه بكل تأكيد سوف تلحق أضرار بالغة بالاقتصاد الصيني، كما ستلحق أيضا أضرار بالغة بالاقتصاد الأمريكي. وكما أشار ضيفك من واشنطن أن حجم الأضرار الناتجة عن مثل هذه الحرب لدى الطرفين ستكون بالغة. على سبيل المثال لدى المزارع الأمريكي بصفة خاصة، لأنه الصين بتعتبر من أكثر دول العالم شراء للمحاصيل الأمريكية.
إذا استخدمنا هذا القياس على الجانب الصيني أظن أنه سوف تتضح لنا الصورة بكامل أبعادها وحجم الأضرار الكبيرة التي ستلحق بهذا الاقتصاد. ولكن يظل في نهاية الأمر أن ما نراه بين الدولتين هو بالمعيار السياسي هو استعراض للعضلات بين واشنطن وبكين. احنا بنتكلم عن أكبر قوتين اقتصاديين في العالم، ليس هذا فحسب، ولكن الوزن السياسي وانخراط الصين في الآونة الأخيرة في الكثير من الملفات الإقليمية والملفات الدولية أيضا ربما أشعرت الولايات المتحدة بشيء من الغيرة السياسية لتنامي هذا الدور. على سبيل المثال حينما تبحث الولايات المتحدة عن مخرج للأزمة النووية الكورية أول ما بتفكر في الطرف الذي يمكن أن يكون له قول فصل ويمكن أن يكون له تأثير هو الصين. وقس على هذا أيضا الكثير من الملفات الكثيرة المرتبطة بمنطقة جنوب شرق آسيا وأيضا بالعالم. الأمر الآخر أنه حجم ومساحة المصالح المشتركة ما بين الدولتين أعتقد أنه في نهاية المطاف سوف تجعل بكين وواشنطن يعود قليلا عن حافة الهوية التي يمكن أن يندفع إليها إذا قرر الاستمرار في الحرب التجارية بينهما. لعلمهما أنه مش هما بس المتضررين من هذه الحرب، ولكن الاقتصاد العالمي في التوقيت الراهن سوف يلحق به أضرار بالغة. ولا أظن أن دول العالم لديها استعداد لمثل هذا الأمر في التوقيت الراهن. بعض الأخبار العاجلة بالمناسبة التي ترد من واشنطن الآن حول هذا الموضوع، البيت الأبيض يقول أنه إذا الصين لم تدخل أي تغييرات في سلوكها فإن الولايات المتحدة ستمضي قدما بهذه الإجراءات التجارية، هذه العقوبات التجارية ضدها. أيضا البيت الأبيض يقول بأنه على الصين أن تقوم بالشيء الصحيح حتى وأن توقف تجارتها غير العادلة مع الولايات المتحدة. وأيضا يقول البيت الأبيض بأنه الدخول في مرحلة مراجعة لهذه الإجراءات الجديدة لن يكون قبل عدة أشهر، وبالتالي هذا هو الموقف الأخير من واشنطن. سيد رايلي، هل هي مسألة استعراض عضلات كما قال ضيفنا من القاهرة، وأنه الرئيس نفسه يعني الرئيس ترامب يقول في تغريدة له لسنا في حرب تجارية مع الصين، يعني إذا لم تكن هذه حرب تجارية فلا أدري ما هي الحرب التجارية. سيد رايلي، ما رأيك؟ حسنا، الرئيس أيضا قال بأن الحروب التجارية هي شيء جيد وأنها من السهل الفوز بها. إذا لا أعرف الأفكار التي لديه، ولكن أهم شيء بالنسبة لي بالنسبة لهذا النزاع الصيني الأمريكي هو أن الحكومة الأمريكية طبعا قد اشتكت بأن هناك مؤسسات مثلا أمريكية إذا أرادت أن مثلا تنتقل وتعمل في الصين فإن الصين تشترط عليها أن تنقل التكنولوجيا إلى هناك. أعتقد أنه يمكن أن تحل هذه التجربة. إذا كنت مثلا شركة أمريكية فلا يمكن أن تذهب إلى هناك وتعطيهم التكنولوجيا، إذا ليس هناك هنا محل لعرض العضلات. أعتقد أنه ليس هناك مغزى بأنه لو أردنا أن نغير طبعا سلوك الصين ونهددهم بهذه العراقيل الجمركية وغيرها. إذا نظرت إلى الصين يظهر لي بأنهم ربما يقولون أننا لا نريد أن نفرض الضرائب، ربما سنتغير، أو ربما أن الولايات المتحدة ستعود بمطالب أكثر للتغيير. إذا من الصعب أن أتخيل بأن الصين طبعا ستقول حسنا سننزل أيدينا و طبعا نسمح لكم ونغير سلوكنا. أعتقد بأنه شيء ربما هما كفرصة لحل هذه المشكلة سياسيا، ولكن يمكن أن تقودنا إلى حالة سيئة بالنسبة للبلدين. أحد الأشياء التي رأيناها ورآها العديد في العالم هو أن الدول التي تحظى بالرفاهية هي التي منفتحة أكثر على التجارة الدولية. إذا بالعودة إلى الخطوات التي تجعلنا منعزلة أكثر هي معارضة للمكان الذي نريد أن نذهب إليه. ونحن مثلا في عملنا نريد أن نقدم نصيحة للسيد ترامب من خلال لجنتنا هنا، لا نريد هذه الحرب التجارية، ولكن نحن طبعا نذهب إلى اتجاه سيء.
طيب استاذ محمد، يعني ايضا تعليق على انه السيد ترامب يقول لسنا في حرب تجاريه مع الصين. بالمناسبه وزير التجاره الامريكي ويلبر روس قال اليوم انه كل هذه الامور التي تحصل بين الطرفين لن يكون مفاجئا بالمره ان يثمر ذلك كله عن مفاوضات من نوع ما، ويتوقع ايضا ان تبدا دول اخرى في التكتل ضد الصين بسبب ممارساتها التجارية. هل هذا يندرج برأيك أستاذ محمد ضمن ما وصفته أنت باستعراض العضلات، وأنه بالنهاية قد يسفر هذا كله عن مفاوضات تنظم من خلالها هذه العلاقات التجارية بين الطرفين؟ ربما دعني يعني أعود قليلا إلى التاريخ. حينما كانت الحرب الفيتنامية ناشبة، الجيش الأمريكي قبل أن يدخل أو يجلس على طاولة المفاوضات كان قام بالكثير من الهجمات المكثفة على الطرف الآخر، ثم بعدها اعتبارا من منطلق القوة أنه جلس على هذه على طاولة المفاوضات. أظن أنه كل السبل والطرق التي أو كل المؤشرات التي نراها أمامنا في التوقيت الراهن بتقود إلى أنه الولايات المتحدة والصين سوف ينتهي بهم المطاف بالجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن كل طرف يريد أن يعطي لنفسه مزيد من الأوراق الضغط من أجل أن يستخدمها خلال هذه المفاوضات، لأنه الخروج من الأزمة الراهنة ما بين الولايات المتحدة والصين ليس لها سوى من سبيلين. السبيل الأول هو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية بالتقدم بشكوى والدخول في تفاصيل كثيرة جدا، والأمر الآخر هو الجلوس على طاولة المفاوضات بين الطرفين. وأتصور أنه أمامهم مهلة من الوقت، لأنه المفترض أن هناك موعد في 15 من الشهر المقبل من أجل إجراء مفاوضات بين الشركات الأمريكية بهذا الصدد. ما نرى مرة أخرى هو أن كل طرف يحاول أن يعظم أوراق الضغط التي يمكن أن يمارسها ويستخدمها على طاولة المفاوضات. وأظن كما ذكرت لحضرتك منذ قليل أن المصالح المشتركة ما بين الطرفين إذا نظرنا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يتجاوز 500 مليار دولار، المصالح الكثيرة، الشركات المستثمرة في الأراضي داخل الأراضي الصينية، وأيضا الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، كل هذه أمور بالإضافة بطبيعة الحال إلى الوزن الثقيل لكلا الطرفين في المعادلة الاقتصاد العالمي، أظن أن كل هذه أمور من رأيي على الأقل أنها ستقود في نهاية المطاف إلى أن الطرفين سيتهي بهم إلى الجلوس على طاولة واحدة. سيد رايلي، إلى أي مدى هذه الإجراءات يعني تؤذي وتلحق الضرر بجزء كبير من قاعدة سيد ترامب الانتخابية، المزارعين مثلا في ولايات مثل آيوا الذين يتأثرون بمثل هذه الإجراءات التي قامت بها الصين؟ إلى أي مدى هؤلاء القاعدة الانتخابية للسيد ترامب ستدفع في نهاية المطاف ثمن هذه الحرب التجارية بين قوسين؟ بكل تأكيد نعم، هذا قد يضرهم، ولكن هناك حسابات قد تم حسابها بأن هؤلاء يدعمونني، أستطيع أن أفعل أي شيء وسيواصلون دعمهم لي، لن يصوتوا لأي شخص آخر ويغيروا رأيهم. ولكن لو أن تلك الضرائب طبعا استفحلت فإنها ستكون ضارة للمجتمع الزراعي الأمريكي، وطبعا الرئيس الأمريكي ربما سيتطلع سيرى مشكلات في المستقبل. أعتقد بأن هنا الولايات المتحدة حينما يتحدثون عن التجارة يتحدثون عن التجارة وكأنها حرب، وطبعا مثل الرئيس ريغان حينما قال انظر إلى المشاكل الكبرى، حينما الناس يتحدثون عن التجارة يستعملون المفاهيم أو الكلمات الحربية. حينما نتحدث عن مثلا التجارة فهي تعني بأن الجميع رابح. إذن حينما يقول الناس بأن هناك مثلا لدينا نقص وعجز في الموازنة مثلا أو في التجارة التبادل التجاري مع الصين أو مع المكسيك، إذن نحن الخاسرون. طبعا نحن أغنياء، نحن دولة غنية جدا ونستطيع التعامل مع كل الدول، ولكن أهم نقطة هي التركيز على الحرية والفرص وكيف يمكن
سهولة مثلا إقامة التجارة في الولايات المتحدة، وهذا طبعا أعتقد بأنه على المجال الاقتصادي بالنسبة لترامب وعلى مدى التاريخ بالعودة إلى ثلاثينيات، فإن التجارة والضرائب التجارية سيرد عليها من قبل الدول الأخرى وستؤدي إلى نتائج سياسية كارثية بالنسبة للسياسيين. أعتقد أنها سياسة سيئة. طبعا نأمل بأن لن يحدث هذا، لأنه سيكون هناك حل بشكل ما قبل أن تفرض هذه الضرائب المكلفة، ولكن بكل تأكيد المجالات التي استهدفت بالضرائب هي مناطق ستضر داعمي ترامب وناخبه. أخيرا أستاذ محمد، دعوة وزير الخارجية أو توقع وزير التجارة الأمريكي بأنه دول أخرى ستبدأ أيضا في التكتل ضد الصين بسبب ممارسات الصين التجارية، إلى أي مدى برأيك الدول الأخرى مستعدة للدخول في مثل هذه الحرب التجارية كونها فقط حليفة للولايات المتحدة؟ أظن أنه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل بدأت في تكوين هذا التكتل، لأنه خلال الأيام القليلة الماضية ألمانيا ومعها فرنسا ومعها إيطاليا كانت بتعتزم تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الممارسات التجارية الصينية وأيضا استحواذها الشديد والشروط التي وضعتها من أجل السماح للشركات الأوروبية بالدخول إلى السوق الصينية وإجبارها على الدخول في شراكات أو في تحالفات مع شركات صينية. وبالتالي كل هذه التحركات أظن أنه بشكل أو بآخر بيتم التنسيق بشأنها مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوة ضغط معها من أجل تعظيم ما سوف تحصده من موقفها الراهن من التجارة مع الصين. وأظن أن أوروبا أيضا لها مصالح في هذا الاتجاه، ليس فقط بحكم تحالفها مع الولايات المتحدة، ولكن الأمر يخدم أيضا اقتصاديات هذه الدول، فبالتالي المصالح متبادلة بين الطرفين. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي، الخبير في الشؤون الأسيوية وأيضا رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، كان معنا من القاهرة. شكرا لضيفنا من واشنطن برايان رايلي، مدير الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب. شكرا لكم.